هاي واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حقائق مع رامي. قبل ما نبلش بحلقه اليوم بتمنى من الكل ينزل يشترك بالقناه ويفعل زر الجرس، ما تنسوا طبعا اللايك لحتى اعرف انه الفيديو. حلقتنا لليوم كتير حلوه ومميزه، رح نحكي عن طفله صغيره من بلد الام سوريا يلي حققت نجاحات كتير كبيرة وكتير حلوة بالرغم من صغر عمرها وبالرغم من الظروف يلي مرت فيها بسوريا. والطفلة هي شام محمد. العربية المتحدة وبالتحديد من على مسرح دار الأوبرا في مدينة دبي. شام البكور الطفلة السورية يلي فازت وتوجت بتحدي لقب تحدي القراءة العربي بموسم السادس، وسلمها الجائزة شخصيا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. الطفلة شام البكور هي أصغر طفلة في برنامج مسابقات تحدي القراءة العربي، وهي من مواليد حلب 2015. وصلت شام على المنافسة على مستوى الوطن العربي بتحدي القراءة بعد ما حصلت على لقب بطلة سوريا في تحدي القراءة، وبسبب مشاركتها ببرنامج تحدي القراءة العربي وبسبب فصاحتها صارت تريند عربيا. قرأت شام 70 كتاب وهي لساتها بعمر 7 سنين، وكانت معروفة بين زملائها وبمدرستها بذكائها وتفوقها باللغة العربية. هلا خلونا نشوف هالفيديو الصغير ومن بعدها نتعرف أكثر على شام. أنا سميتها شام، أنا اللي سميتها لأنه هي شام عن جد كل العالم بتحبها، فهي حملت اسمها ومن هلا كل العالم بتحبها. كانت شام الطفلة الرضيعة الصغيرة برفقة أبوها وأمها في أحد الانفجارات يلي صارت بمدينة حلب، ولحسن حظ شام نجت من الموت ولكن أصيبت بعدة شظايا في الرأس، بالمقابل استشهد والدها. وظلت شام وأمها يواجهوا ظروف الحياة لحالهم، وكانت شام هي المعجزة الحقيقية لأمها. فازت شام على أكثر من 61 ألف طالب وطالبة في سوريا. القراءة العربي في سوريا 2021-2022 شام محمد البكور بمحافظة حلب. تفوقت شام على أكثر من 22.7 مليون مشارك ومشاركة من 44 دولة، وحصلت على 500 ألف درهم إماراتي. كتاب تقرأه ثلاث مرات، أنفع من ثلاثة كتب تقرأ كل منها مرة واحدة. والكتاب هو السيرة النبوية لأن فيها عبر وأخلاق من قيم إسلامنا المتكامل. شام البكور صارت أيقونة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت أخبارها عناوين الصحف في دول الخليج والإمارات وطبعا في بلدها سوريا الأم. وأخيرا بحب أقول أنه شام هي الطريق لبناء جيل جديد في سوريا يعشق القراءة وأداب اللغة العربية. ألف مبروك لبنت بلدي شام محمد البكور، بتمنى لها مستقبل مشرق وحياة حلوة. هذا كان فيديو لليوم، إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وطبعا ما تنسوا تحطوا لي لايك لهذا الفيديو حتى أعرف أن الفيديوهات عم توصلكم، وهذا الشيء كمان بيشجعني. شوفكم فيديو جديد من حقائق مع رامي. سلام.